ولكن الرجل ربما شاء بأنه جاءت اللحظة لترك المجال لأحد اللاعبين الأكثر جاهزية، وهذا حقيقة اعتراف ضمني من جانب بن عطية بأنه غير جاهز في الفترة القادمة، والدليل بأنه يغيب في معظم لقاءات نادي يوفنتوس. خطيرة، فيصل يا فجر، كما اخذت الصفة العالمية مع الفرقة الغاليسية ديبورتيفو لا كورونيا. جات لمسة الكبار، جات لمسة الموهوبين، جات لمسة الهدافين. فيصل فجر يصنع الحدث في الليغا الإسبانية مع الفرقة الغاليسية، هو يؤكد مع النخبة المغربية. الله على الهدف في الزاوية 90، نبيل درار، التمويه من يوسف أنصيري بداخل القدم بباطن القدم، هدف ولا أروع من لاعب أكثر من راية. هو لاعب فيصل فجر، حطيله في الزاوية صعبة، حطيله في المكان الصعب. هدف راية. كبعض الإيجابيات، ولكن أيضا نذكر بعض السلبيات، ومن بينها طبعا ما هو دور اللاعب يونس بلندا في المنظومة الهجومية للمنتخب المغربي، لأنه لم يقدم الشيء الكثير مع النخبة المغربية. يجيبني نعم، ويقول أنا موجود، أنا حاضر كذلك بتمريراتي، لأن الكرة خرجت من يونس. شوف يونس، شوف الباس، شوف التمريرة من يونس، والمتابعة من عزيز مهدوس في الزاوية الصعبة. انطلقت معك يا فيصل، مرت على اللاعب يونس بلندا، يمينية قوية في الركن الأيمن، نعم في الدوزيام بوتو في القائمة الثاني، نعم يأتي الهدف الثاني للمنتخب المغربي. جملة تكتيكية من أروع ما يكون، انطلقت من فيصل، مرت بتمريرة مليمترية من جانب يونس بلندا.